ونلتقي بتلك المراكب كعنصر من عناصر نمط معماري آخر هو معابد الشمس التي ظلت حكرا على الأسرة السادسة، وهي تشبه المجموعات الهرمية من حيث البنية رغم صعوبة المقارنة بينهما لكون الأولى معابد وليست مقابر. وتقع معابد الشمس التي حفظها الزمن من الاندثار في منطقة تمتد من أبو صير إلى أبو غراب، ويعتبر معبد الشمس الذي شيده نيئوس الرع في أبو غراب من أحسن المعابد التي يسهل تصور تصميمها، وربما شيد على طراز معبد الشمس في هليوبلس الذي اندثر. ويتكون معبد الشمس من نفس العناصر التي تتكون منها المجموعة الهرمية. ونبدأ بمعبد الوادي التي سجلت على سطوح جدرانه المراسيم التي تحدد إمداداته بالتقدمات، وهو يرتبط بالمعبد العلوي من خلال طريق صاعد. ويتكون المعبد العلوي من فناء مكشوف يتوسطه مذبح أقيم في مواجهة البنبن، وهو الحجر الذي يجسد الشمس كإله خالق طبقا لعقيدة هليوبلس اللاهوتية، وهو عبارة عن مسلة ناقصة أقيمت فوق منصة عريضة. ويتكون معبد ساحوراع من 4 مذابح تشكل جزءا واحدا نحت في كتلة واحدة من الألباستر، ويتجه كل مذبح نحو إحدى الجهات الأصلية الأربع، وتقام الشعائر في الهواء الطلق كما هو الحال في مختلف معابد الشمس المعروفة، سواء المعابد التي اندمجت في المعابد الجنائزية التي ترجع إلى الدولة الحديثة أو معابد العمارنة، حيث أخذ إخناتون يتعبد لقرص الشمس وكانت هي الأخرى مجهزة بفناء لقصب الأضاحي. ومن النقوش التي أبقى عليها الزمن تصاوير الشعائر واحتفالات عيد الست، كما نجد أيضا عند نيئوس الرع مجموعة فريدة من النقوش تزخرف سطوح ممر صاعد يلتف حول قاعدته البنبن، وتمثل ما يعرف اصطلاحا بمشاهد فصول السنة، والتي سجلت فيما بعد على جدران طريق أوناس الصاعد، كما نجد لها صدى في وقت لاحق في حديقة النباتات التي تزين القاعات الشمسية الواقعة شرق بهو احتفالات تحتمس في معبد آمون رع بالكرنك. وأيضا نشيد آتون العظيم الذي وضعه أمنحتب الرابع إخناتون، ويقدم كل عمل من هذه الأعمال وصفا للخليقة على طريقته الخاصة، إلى جانب نشيد مكرس لمن أقامها، وجميعها تصور مشاهد من عالمي النبات والحيوان اللذين يحييان ويعيشان بفضل أشعة الشمس. وفيما يلي ستلقى مشاهد مواكب الأقاليم التي تقدم منتجاتها للملك رواجا عظيما، وسنشاهدها عند أناس أيضا، ثم في المعابد المتأخرة بشكل منظم ودائم. عنوان متون الأهرام. فلنواصل حديثنا عن الهرم ذاته، فكما سبق رأينا أناس عند تصميم المنشآت الداخلية لمقبرته يعتمد تصميما ظل معمولا به حتى أواخر الدولة القديمة، فنحن ندلف إلى الهرم من جهة الشمال لنصل إلى دهليز، وبعد أن نعبر 3 متاريس من الحجر سبق أن أشرنا إلى ما يشبهها عند الحديث عن هرم خوفو، نصل إلى صالة تفضي من جهة الشرق أي من ناحية عالم الأحياء إلى سرداب رصت فيه تماثيل المتوفي، وتفضي من جهة الغرب أي من ناحية عالم الموتى إلى حجرة التابوت. ومع حلول الأسرة 12 تم التخلي عن هذا التصميم لإحباط محاولات اللصوص والنهابين. وترجع أهمية هرم أناس إلى أنه أول هرم دون على سطوح جدرانه الداخلية نصوص جنائزية، ونجد متون الأهرام تلك في مقابر سقارة البلاكية عند أوناس وتيتي وبيبي الأول وميرين رع وبيبي الثاني وإيبي، كما نجدها أيضا في أهرام الملكات نيت وواج إيب تن وإيفوت، كما يرجح وجودها أيضا داخل أهرام الملكات التي اكتشفتها حديثا بعثة الآثار الفرنسية في سقارة داخل مجموعة بيبي الأول الجنائزية. كان جاستون ماسبيرو قد اكتشف متون أوناس وتيتي وبيبي الأول وميرين رع وبيبي الثاني في عامي 1880 و1881، وسرعان ما تولى نشرها أعاد
كورتزيتا نشرها في طبع مقارنة قبيل الحرب العالمية، ثم استكملها بمقدمة نقدية وشروح وتفاسير بيدي أن هذه الطبعة الشامخة قد أغفلت متون أهرام الملكات وهرم إبيبي التي تم اكتشافها في الأعوام 1925 و1935 على يدي جوستاف جيكيه، كما أغفلت الشذرات الجديدة التي استخلصت من أهرام تيتي وبيبي الأول وميرين رع بفضل أعمال الباثة الفرنسية في سقارة، التي أخذت على عاتقها إعداد طبعة جديدة لسفر جامع لمتون الأهرام تحت إشراف جان لوكان. وتتكون هذه المتون من قائمة طويلة من الفقرات لا تظهر بعضها سوى عند أناس، وإن ظلت في مجملها تتواتر حتى الملك أبيبي. كما وجدت هذه المتون في سفر جنائزي جامع آخر ترجع نسخته الأولى إلى الأسرة السادسة، وعثر عليها في الواحات الداخلة، وظهرت لتحل محل متون الأهرام اعتبارا من الدولة الوسطى، ونعرفها اصطلاحا بمتون التوابيت. وعلى عكس نصوص الأهرام، فإن متون التوابيت لم تكن حكرا على الملوك، بل لقد عثر حديثا في معبد بيبي الأول الجنائزي على آثار التحول من هذه إلى تلك، وتركت متون التوابيت بدورها بصماتها على كتاب الموتى في الدولة الحديثة والعصر المتأخر. وتكون هذه الفقرات في مجملها طقسا الغرض منه ضمان انتقال المتوفي إلى العالم الآخر في سلام ليقيم في عالم الأبرار، وتقدم بعد هذه الفقرات وصفا لصعوده إلى السماوات ليقيم مع النجوم وليتوحد مع الشمس ولينتقل إلى الوضع الأوزوري، كما تمده بما يلزمه من نصوص ضرورية لتطهيره وما يحتاج إليه من تعويذات سحرية تساعده على اجتياز العقبات التي تقف عائقا في طريقه، وهي تنسب على ما يفترض إلى طقوس ترجع إلى العصور العتيقة ضاعت فلم تصل إلينا، سواء بسبب اندثار شواهدها ووثائقها، أم لأنها تولدت من تقاليد تواترت شفاها لتضيع في ظلمات الماضي السحيق. إن قراءة فقرات متون الأهرام تمدنا ببعض العناصر التي تساعدنا على التعمق في فهم التطورات التي مرت بها الدفانات الملكية على امتداد الدولة القديمة، حيث كانت المصطبة هي نقطة البداية. إن بنيتها العلوية التي تضم مسكن المتوفي مسكن المتوفي تحاكي الأكمة الأصلية التي بدأ منها أتوم عمليات الخلق. فالمقبرة إذن هي صورة للخلق، وقد نتساءل في هذه الظروف عن السبب الذي دفع إمحوتب إلى إقامة هرم فوق المصطبة بعد أن صارت مربعة الشكل. وحسب الشروح التي توفرها المتون، فإن الهدف الذي يبتغيه الملك هو الصعود إلى السماء ليصبح وجوده وجودا شمسيا ونجميا في ذات الوقت. ولتحقيق هذا الهدف وضعت تحت تصرفه وسائل متعددة ومتنوعة، منها الزوابع الرملية الصاعدة التي لا يزال المعاصرون يرون فيها عملا من أعمال عفريت لعين، أو بمعاونة الإله شو الذي يحمله بين يديه أو يتحول إلى طائر، ويختار الصقر في أغلب الأحوال لقدرته على الارتفاع إلى السماء أكثر من غيره من الطيور، وقد يلجأ إلى أسلوب أكثر شاعرية فيختار البخور المتصاعد من المباخر إلى أعالي السماء، أو أسلوب مبتذل فيستخدم درجا أو سلما صنع من أشعة الشمس، والدرج هو الهرم المدرج، وتستعمل العلامة الهيروغليفية الدالة عليه كمخصص للفعل يعر الذي يعني يصعد. ولم تبقى هذه الوسيلة تحت تصرفه لفترة طويلة، إذ لم يستمر الهرم المدرج لأكثر من قرنين من الزمان، فبحلول الأسرة الرابعة حل محله الهرم الأملس الذي يرمز لحجر بنبن، وهو شعاع الشمس المتحجر الذي يستخدمه الملك للوصول إلى أعالي السماء. فالهرم صورة وظل لنموذج أصلي، وفيه تكمن قيمته الحقيقية، شأنه شأن المركب الذي يصاحبه. وكان الغرض من الانتقال إلى الهرم الأملس ثم ظهور حجر بنبن التوفيق بين آتوم ورع لما قام بينهما من تناقض وتعارض، قد
وقد جرت أولى المحاولات على أيدي جيدي فرع وخفرع كما أشرنا إلى ذلك من قبل، بيد أن هذا التناقض لم يجد حلا إلا بحلول الأسرة الخامسة باندماج أحدهما في الآخر. وهكذا اندمج أناس مع أتوم في العالم الأسفل دوت، وهو مقابل الأمواج الأولية نون، حيث ينشط الإله الخالق وانبثق منه على هيئة أتوم شمسي للولوج إلى داوت وهو الأفق. وتروي لنا المتون هذا الانتقال الذي يفترض أن تمثال أبو الهول بالجيزة يعبر عنه، إذا دلالة متون الأهرام ومغزاها مرتبطان بموقعهما في المقبرة، وهي تتطابق مع مراسم الدفن كمرحلة أولى ومراسم البعث كمرحلة ثانية. ففي البداية تستعرض النصوص مسار الموكب إلى المقبرة، فالدهليز تقابله الطقوس التي تمارس في معبد الاستقبال، والممر هو الطريق الصاعد والصالة لمعبد الشعائر، وتقوم حجرة الدفن مقام المعبد الخاص. أما السرداب فهو مقام صور الملك. هذا النهج في تفسير قراءة المتون دخولا إلى التابوت واضح جدا في هرم بيبي الأول، وبعد أن يسجي المتوفى في التابوت تعود القراءة ثانية ولكن في اتجاه الخارج، وتحمل معنى البعث وتسبق على حجرات الهرم دلالة رمزية، ويخرج الملك من التابوت ويغادر الضات عالم الأموات الأسفل. لقد صار آتوم، ثم يتجه صوب الصالة التي هي بمثابة الأفق، ومن هنا يستهل صعوده عبر الممر إلى أن يبلغ المتاريس، وهي بوابات السماوات الموصدة بالمزلاج الذي يرمز إلى عضو التذكير للإله باباي. وباجتياز الأبواب يصبح في سرداب الدفن الذي تحول إلى دوات وهو الليل عالم النجوم، حيث يحقق الخلود بينهما ومعها. عنوان مقابر الأفراد. لا ينحصر اهتمام الملك بعد صعوده إلى السماء في التمتع وحده بنعيم الحياة الأبدية، ورغم أنه يصبح من رفاق الإله رع، فإنه لا يتخلى عن مسؤولياته نحو رعاياه الذين يتبعونه إلى دار الآخرة، والذين يسعون بوسائلهم الخاصة إلى بلوغ الخلود أفرادا، وإن ظل رجاؤهم معقودا على رعاية الملك لهم. وضمانا لذلك تخلوا عن مصاحبة ملكهم في نفس مقبرته كما كان الحال في الماضي، وأخذوا يشيدون مقابرهم الخاصة على مقربة من الدفن الملكية، فأقيمت مدن جنائزية حقيقية بأكملها. مقابرها هي المنازل، تفصلها طرقات وتقسمها إلى أحياء تزداد رقيا كلما دنت واقتربت من هرم الملك طبقا لمستوى صاحبها الاجتماعي. وعلى هذا النحو ينتقل التدرج الطبقي إلى العالم الآخر بعد وفاة الأفراد، فيستمر النبلاء ورجال البلاط والموظفون يشغلون مناصبهم إلى الأبد إلى جوار مليكهم كما كانوا في السابق. وظلت المصطبة هي النمط المعماري السائد في مقابر الأفراد في ظل الدولة القديمة، وينسحب مفهوم الأفراد على مجموع السكان باستثناء الملك، بل ويمتد ليشمل أفراد العائلة المالكة أيضا، ويزول أي لبس إذا أدركنا أن الأمراء قد اطلعوا بدور سياسي وتصدوا مسرح الأحداث بصفتهم موظفين، حتى وإن ازداد تأكيدهم على الألقاب الدالة على أصولهم أو مصاهرتهم للعائلة المالكة. أما وضع الملكات فمن الأمور التي يصعب تحديدها وتمييزها، فهن لا يحظين دائما بشرف إقامة هرم يلحق بهرم زوجهن. وعموما فإن وجه الشبه بين النمط المعماري لمقبرتهن والنمط الملكي قد يزيد أو يقل حسب أهمية الملكة ودورها، وهي التي تلقب عادة بزوجة الملك أو والدته. ومن أبرز الأمثلة حوتب حارس والدة خوفو، وخنتكاوس التي تصورها نصوص مقبرتها في الجيزة كوالدة الملكين، كما عبدت كمؤسسة للأسرة الخامسة في أبوصير. أمانيت إقرت فهي الملكة الوحيدة الحقيقية وللأسف التي لم يتم الكشف عن الهرم الذي ينسب إليها طبقا لما ترويه الروايات المتواترة. اقتفت المصطبة في تطورها أثر الهرم ولحقت به عندما تخلت
قرب نهاية الأسرة الثالثة عن البناء بالطوب واستبدلته بالحجر الجيري، ثم شاع خلال الأسرة الرابعة استخدام الحجر الجيري السيليسي أو الصواني الذي يمتاز بجمال المظهر، ثم أضيفت كسوة من الحجر الجيري الأملس. لقد جاء التطور أكثر وضوحا في الجزء العلوي منه في الجزء السفلي حتى استقر على النحو التالي كنمط ثابت. كان تطور حجرة الدفن محدودا وبطيئا، فهي مستقر الجسد في المقام الأول، إنها مربعة أحيانا أو مستطيلة في أحوال أخرى، بل ومستديرة في بعض الحالات. وفي الأسرة الرابعة كانت تشيد في الأغلب بالطوب وسقفها من الحجر على هيئة قبو متدرج، وتحتوي على تابوت مستطيل صنع من الحجر، سواء من الحجر الجيري أو الحجر الأسواني، حسبما يجود به سخاء الملك. بفضل كرمه يستطيع صاحب المصطبة أن يحصل على تابوت، إذ يستحيل عليه دون ذلك كما لاحظنا أن يتحمل بمفرده أعباء حملة إلى محاجر ترى أو حتنوب أو أسوان، ومن الصعوبة بمكان تأكيد تحنيط الجسد من عدمه. لقد أشرنا من قبل إلى أن المصريين قد عرفوا من الناحية النظرية فنون التحنيط ابتداء من الأسرة الأولى، وقد عثر المنقبون على بقايا مومياء في مقبرة جيسر، ووصلتنا جثث الموتى الذين دفنوا في كبرى جبانات الدولة القديمة في حالة سيئة جدا من الحفظ. ولم يكتشف الأثريون في هياكل المصاطب مشهدا واحدا يؤكد ممارسة فن التحنيط الذي لم يرد له وصف بالنسبة للأفراد على الأقل سوى في زمن لاحق، كما لم يعثر من ناحية أخرى على أي مومياء ملكية ترجع إلى هذا العصر. فأقدم مومياء معروفة هي مومياء ميرن راع، وهي محفوظة في الوقت الراهن في متحف القاهرة. وقد اعتمد المصريون في معظم الحالات على ما يظن في أسلوب تجفيف الجسد تجفيفا طبيعيا، الذي ظل لفترة طويلة من الأمور الميسرة بفضل البيئة الصحراوية. فلم يعثر في جبانة حكام الواحات الداخلة على أثر للتحنيط لتاريخ سابق على النصف الثاني من الأسرة السادسة. عنوان الطقوس والشعائر الجنائزية. لم يسجل المصريون وصفا لعملية التحنيط بتفاصيلها وجزئياتها، كما لم يصلنا مرجع واحد يتناول هذا الموضوع، ولم تتعرض المناظر صراحة لعملية التحنيط وبالوضوح المطلوب ما ورد فيها من إشارات وإيماءات يقتصر على الجانب الديني، ويمر مر الكرام على الأساليب الفنية والتقنية. ونحن نستمد معارفنا الأساسية من الكتاب الإغريق من أمثال هيرودوت وديودور وبلوتارخ وبورفير، وفي استطاعتنا استعراض هذه العملية في خطوطها العريضة مع دلالتها الرمزية التي كانت محور اهتمام المصري القديم. وحسبنا أن نزع اللفائف هي الوسيلة الوحيدة التي تتيح حقا الفرصة أمام العلماء لفحص المومياوات بالأساليب الفنية الحديثة، وتوفر بعض المعلومات التي تتناقض أحيانا مع الأفكار التي وصلتنا حول التحنيط، وهو ما سجل أثناء علاج مومياء رمسيس الثاني كما حدث مؤخرا. وفي عام 1986 على وجه التحديد أنقام فريق يضم مجموعة من الباحثين في مختلف فروع المعرفة بفحص مومياء من العصر المتأخر مجهولة الهوية وموجودة حاليا في متحف ليون الفرنسية. فمنذ الدولة الحديثة على الأقل كانت عملية التحنيط تمر بالمراحل الآتية: بعد الوفاة مباشرة ينقل المتوفي إلى بيت التطهر، وهو المكان المخصص لعلاج جثمانه تحت إشراف كاهن جراح أخصائي في إعداد الجثث للتحنيط. فيسجى المتوفي فوق مائدة خاصة ويتم استخراج مخه، كما يتولى الكاهن إحداث شق أسفل البطن في الجانب الأيسر مستخدما سكينا من الزران حسبما تقتضيه الطقوس الجنائزية. تفرغ أعشاء المتوفي من خلال هذه الفتحة بعد نزع الحجاب الحاجز، أما الأعضاء المستخرجة فيتم معالجتها كل عضو على حدة، ثم تحنط وتلف باللفائف. بعد ذلك ظل المصريون من الناحية النظرية حتى عصر الانتقال الثالث يضعونها في أوان خاصة، وعثر على آثارها الأولى ضمن آفاف حوتب حرس الجنائزي،
وهي والدة خوفو، وبسبب تأويل خاطئ لإيسناس كيرشير تعرف هذه الأواني اصطلاحا بالأواني الكانوبية. وكانت هذه الأواني تحت حماية أبناء حورس الأربعة إميستي وحابي ودواموت إف وقبح سنو إف، ووظيفتهم من الناحية النظرية السهر على سلامة الكبد والرئتين والمعدة والأمعاء على التوالي. وتوضع الأواني في حجرة الدفن، وفيما بعد اكتفى المصري بتحنيط الأحشاء ثم إعادتها إلى مكانها داخل الجسد على هيئة لفة كانوبية. أما القلب والكليتان فتبقى حيث هي، لا سيما وأنه من الصعب على كل حال الوصول إليها. وبعد الانتهاء من إخراج الأحشاء يأتي دور المحنط الذي يتولى تمليح الجسم الذي يوضع في النوترون لمدة 35 يوما، الأمر الذي كان يتسبب في اسوداد البشرة. وللتقليل من هذا الأثر السلبي لجأ المصري إلى صبغ بعض أجزاء الجسم بالحنة أو دهنها بالمغرة الحمراء بالنسبة للرجال والصفراء بالنسبة للنساء، أسوة بما كان متبعا مع التماثيل والنقوش. ويقوم أهل المتوفي في المعتاد بتوفير قطع من القماش لحشو البطن بلفائف مشبعة بالصمغ والعطور ومختلف الأدهان، الغرض منها الإبقاء على المظهر الخارجي لجسم المتوفي مع ضمان سلامة حفظه. وتغطي فتحة البطن بلوحة صغيرة يتكفل أبناء حورس بحمايتها. وبعد إعادة تشكيل الجسد على هذا النحو ينظف ويطهر، ثم تبدأ عملية لف المومياء التي تمر هي أيضا بمراحل متعاقبة. بادئ ذي بدء يلف كل عضو على حدة بما في ذلك الأصابع وعضو التسكير بأشرطة كتانية، ثم يلف الجسد بنفس الطريقة بعد أن يغطى بقطعة نسيج كبيرة تقوم مقام الكفن. وتتم عملية اللف تلك وفقا لطقوس دقيقة ومحددة تظل ثابتة ولا تتغير، سواء كان المتوفى ملكا أم فردا عاديا. أما الفرق الوحيد بين شخص وآخر فيكمن في قيمة التمائم التي توضع فوق بعض أعضائه ونوعية النسيج المستخدم. واعتبارا من الدولة الحديثة تضمنت لفائف المومياوات نصوص جنائزية إلى جانب ما يوضع بين ثناياها من تمائم وحلي، فيوضع أحيانا بين ساقي المومياء نسخة من كتاب الموتى، وأخيرا يغطى مكان الوجه بقناع غالبا ما كان يصنع بأسلوب الكارتوناج أو من مواد نفيسة بالنسبة لعلية القوم، بالمزج بين الذهب وهو لحم الإله واللازورد وهو شعرهم. وابتداء من الدولة الحديثة أخذ هذا القناع يتطور حتى أصبح مجرد لوح يغطي الجسد بأكمله، يستعمل كغطاء للتابوت، وفي مرحلته الأخيرة تحول إلى ما يسمى بورتريهات أو صور الفيوم الشخصية الملونة بطلاء شمعي، وتوسد المومياء في تابوت. ظل هو الآخر يتطور عبر الزمان، وفي بادئ الأمر غلب عليه دوره كبديل لمنزل المتوفي، كما يشهد على ذلك شكله المربع وزخرفة واجهة القصر. واعتبارا من الأسرة السادسة بدأ المصري يدون فقرات التقدمات على التوابيت التي احتفظت بدورها كباب وهمي وحملت أفاريزها صورا توضيحية بديلة للتقدمات، كما نصادف منذ ذلك الوقت المبكر بعض فصول متون التوابيت التي ترجع نماذجها المعروفة إلى الدولة الوسطى على وجه الخصوص. كما تطورت أيضا أشكال التوابيت والمادة التي تصنع منها، فنميز بين التابوت على صور صندوق المصنوع غالبا من الحجر وقد ينحت في صخر المقبرة ذاته، وبين التابوت الذي ظهر مع الدولة الوسطى واتخذ شكل جسم الإنسان. أما المتاع الجنائزي فيظل كما هو، مكونا من نفس العناصر الأساسية من مسند الرأس وأدوات الأكل واللوازم الشخصية وبقايا الوجبة الجنائزية. ومن الآن فصاعدا سوف تغلق حجرة الدفن بمتراس على غرار المقابر الملكية، وتوصد فتحة البئر بعد الانتهاء من المراسم الجنائزية، وقد تجهز بسلم أو بممر ينتهي عند الفناء الواقع أمام الأبنية العلوية للمصطبة. أما الهيكل الموجود في البنية العلوية فقد تعرض لأعمق التطورات، وحتى عهد سنفرو ظل تخطيط الهيكل تخطيطا صليبيا متعامدا ويقع عند جدار المصطبة الشرقي، وجاء كتطور منطقي للقوة الأصلية التي كانت تقوم بدور الباب الوهمي. وفيما بعد تغير هذا التخطيط
وصنفها المتخصصون تصنيفا نموذجيا معقدا إلى حد كبير، يستند إلى نظام الهيكل العام ووجود القوات وعدد الحجرات إلى آخره. وجاء التطور الحاسم من الجيزة مع انتظام استخدام الحجر الذي أحدث تغييرا شاملا في المظهر الخارجي للمصاطب، وأمكن زيادة ميل الجدران بالمقارنة مع الجدران المقامة بالطوب، بالإضافة إلى تخصيص مسطحات ضخمة للزخرفة الداخلية. واقتصرت التوسعات التي حدثت مع الأسرتين الخامسة والسادسة على زيادة عدد الحجرات واستغلالها لتعديل نظام المصطبة العام، وهكذا وصلت المصطبة إلى ذروة ازدهارها، فشيد المصري أجمل النماذج وأفخمها، ثم اندثر هذا النموذج من الدفانات مع سقوط الدولة القديمة. وفي عام 1865 اكتشف أوجست ماريت مقبرة تي، الذي سبق أن أشرنا إلى المناصب التي تقلدها على امتداد حياته، ولا زالت هذه المصطبة إحدى القمم البارزة لفنون الدولة القديمة الجنائزية من الناحية المعمارية ومن ناحية روعة نقوشها على حد سواء. ويصور الدهليز ألف على جانبي الباب موكب الـ36 ضيعة التي يمتلكها المتوفي، وتقديم الخيرات المزارع وحظائر الطيور كما سجل النداء إلى الأحياء، وهي رسالة موجهة إلى كل زائر تدعوه إلى تلاوة فقرات تقديم القرابين لمنفعة المتوفي. حيث إن تلاوة هذه الفقرات على لسان أحد الأحياء يجسدها، فيضمن بذلك معاش صاحب المقبرة. وندلف من الباب إلى صالة الأعمدة به التي زينت جدرانها بمشاهد تروي صورا من الحقيقة في الضياع، وتقدم مناظر أقفاص الطيور وتدجينها وتقديم الحسابات، إلى جانب مشاهد ترتيب الإجراءات الجنائزية ونقل المتاع الجنائزي. بينما يتجه تي محمولا على محفة إلى مقبرته، يصحبه كلبه الأليف، ويطل السرداب الأول على هذه الصالة، وفيه تم اكتشاف تمثال لصاحب المقبرة، نقل إلى المتحف المصري حيث يعرض الآن، كما يوجد بالصالة لوحة باب وهمي باسم ديمج بنتي ومن رجال البلاط أيضا. وعلى مسافة بسيطة وفي الممر الأول يوجد باب وهمي آخر مكرس لزوجة صاحب المقبرة نفر حوتب إس، وتصور النقوش تي وهو يمارس مهامه الكهنوتية، ومشاهد عزف الموسيقى والرقص وإبحار الزوجين في رحلة نهرية. أما مشاهد الممر الثاني فتصور زيارة تي لأملاكه في الدلتا، ثم عودته إلى منف ونقل التماثيل ومشاهد تقديم القرابين. ويفتح الممر على الحجرة هي التي كانت تستخدم مخزنا، وتسخر جدرانها بنشاط الفخاريين وصناع الجع والخبازين وتسليم التقدمات تمهيدا لتخزينها. وأخيرا في أقصى المقبرة يوجد الهيكل الذي يتصل بالسرداب الثاني بواسطة فتحات ثلاثة، وعلى جدران الهيكل تتجمع كافة المواضيع السابقة لتوفر لسيد المكان جميع العناصر الضرورية لمعاشه في دار الآخرة. ويصور الجدار المواجه للسرداب مواكب الضياع والصيد المائي والقنص في المستنقعات وتربية الحيوانات. أما مناظر الزراعة ونهر النيل فيشاهدها تي وأسرته وفي صحبتهم حيواناتهم الأليفة. وتصور مناظر الجدارين الجنوبي والشرقي، جني المحاصيل وحصادها واستعراض الماشية وتقديم الحسابات وشتى الحرف وألوانها. لقد أصبح وجود هذه اللوحات والمشاهد من الضرورات التي تزين جدران جميع الهياكل، وسوف تتحول قرب نهاية الأسرة السادسة إلى صور تشكيلية تعرف اصطلاحا بالنماذج. وإضافة إلى ما سبق، نشاهد بالطبع مناظر نحر الماشية وقصبها والتقدمات، وقد وزعت على جانبي بابين وهميين مندمجين في الجدار الغربي عند نقطة التماس بين عالم الموتى وعالم الأحياء. إن الخطوط العامة لزخرفة الهياكل واحدة تقريبا في جوهرها، فيستقبل المتوفي زواره عند باب المصطبة الذي يحمل صورته وألقابه
وقبالة باب المدخل يوجد الهيكل، وعلى جداره الغربي باب وهمي واحد أو أكثر يسمح له ولذويه بأن ينعموا بالتقدمات، ويخصص للمتوفي الباب الوهمي الواقع جهة الشمال، أما الواقع جهة الجنوب فهو لزوجته، ويزدان جانب الجدار الواقع بين البابين الوهميين بزخارف نباتية أو نقوش تقلد النسيج المطرز. وعلى الجدار المقابل للأبواب الوهمية نشاهد مناظر جنائزية بمعنى الكلمة، كرحلة الحج النهرية إلى المدينتين المقدستين بوزيريس وأبيدوس، وقد تم تسجيلهما في القسمين الشمالي والجنوبي من الجدار حسب الوضع الجغرافي لجهة الحج المعنية. وقد زين الجدران الشمالي والجنوبي بمشاهد مستمدة من الحياة، من حياة الضياع كالزراعة وتربية الحيوان والألعاب والفنون والحرف المختلفة. ونشاهد على الجدار الجنوبي مناظر إطلاق البخور للتماثيل القابعة في السرداب خلف المقام خلف هذا الجدار. وساد الجانب الأكبر من هذا الأسلوب الزخرفي في المقابر المنحوتة في الصخر، وهو نمط جديد من الدفانات استحدثت خلال الأسرة الرابعة، وظهر أول ما ظهر منحوتا في هضبة الجيزة ولاقى رواجا عظيما فيما بعد. وترتيب الحجرات مشابه لترتيب حجرات المصطبة، فالصالة فالهيكل ثم السرداب، كما توجد في الهيكل أيضا فتحة البئر التي تفضي إلى حجرة الدفن أو توجد في حجرة خاصة. ويكمن الفارق الوحيد بالطبع في حجم المقبرة، وقد نحتت واجهتها بزاوية ميل للإيحاء بمدخل المصطبة، فحيثما استحال تشييد المصطبة بسبب طبيعة الأرض حلت محلها المقبرة المنحوتة في الصخر. حقا لقد أخذت مدن الأقاليم بنفس نمط الدفانات السائدة في عاصمة البلاد، غير أن المكان المناسب لم يتوافر لها دائما لإقامتها، وهو ما حدث في مصر الوسطى على وجه الخصوص، حيث أقيمت الجبانات في الجرف المشرف على الوادي، ومن هنا جاء اختيارهم للمصطبة الصخرية، كما حدث على سبيل المثال في جبان الطهنة اعتبارا من الأسرة الرابعة، وقد أقام حكام إقليم الأرنب هذا النوع من المقابر في الشيخ سعيد جنوب ملوي، ونذكر منهم حكام الأسرة السادسة الأقوياء ميرو وواو وعن ختيتي. وأقيمت نفس المقابر في دير الجبراوي وأسوان بصفة خاصة، فتضم جبانتها حوالي 30 مقبرة من هذا النوع. لقد جاء هذا التغيير استجابة لضرورة التكيف مع واقع تضاريس الأرض، وأحيانا لا تصلح الأرض لبناء المصطبة التقليدية ولا المقبرة المنحوتة في الصخر، كما هو الحال في الواحة الداخلة حيث لا تسمح التربة الطينية بإقامة بناء من الحجر، وعندئذ يلجأ المعماريون إلى أسلوب مختلط يمزج بين إقامة حجرة الدفن من الداخل حجرة الدفن من الحجر داخل حفرة في التربة الطينية من ناحية، ثم تشييد الجزء العلوي من الطوبة القائم على أساسات وحشوات صنعت من نفس المادة. وصارت الغلبة للمقبرة الصخرية في نهاية المطاف لا لشيء إلا لانتقال مركز البلاد السياسي صوب الجنوب، فأقيمت الجبانات في الجرف الصخري ذاته وليس فوق الهضبة. عنوان مواضيع الزخرفة: تعتبر المناظر التي تسخر بها المقابر مصادر قيمة للإلمام بالحياة الاقتصادية في الدولة القديمة، ولإمدادنا بقدر من المعارف حول بعض جوانب الحياة الاجتماعية فيها، كما تحيطنا علما بالعادات والمعتقدات الجنائزية ذاتها. ونلاحظ في المقام الأول أن الفرد العادي ينعم في قبره بعد وفاته بحياة تطابق حياته الدنيوية، خلافا لما يحدث للملك الذي يصعد إلى أعالي السماء، وأن مجاورة المتوفي للإله أي مجاورة للملك هو خير ضامن لاندماجه في عالم الإله، وأن التنظيم الذي يتحكم في الجبانة كما عرضنا له من قبل هو تجسيد عيني لمفهوم المجاورة تلك. ومن هنا فإن الملك حاضر كل الحضور في مقبرة كل الأفراد، كل فرد من الأفراد، بداية من المنحة التي حصل عليها كل واحد منهم بحق استغلال الأرض التي هي جزء من المنطقة التي ارتبطت بمسير الملك الجنائزي،
وأيضا من خلال شتى عناصر الهندسة المعمارية الرئيسية كالتابوت والباب الوهمي ومائدة القرابين إلى آخره. وأخيرا وليس آخرا من السيرة الذاتية لصاحب المقبرة الذي يتبع الملك تبعية كاملة، فهو إيماخو كما سبق لنا القول، كما تقترن محتويات المقبرة بإسراف شديد في التدابير الاحتياطية التي تتخذ في السرداب بغرض توفير أكبر قدر من عمدة الروح وركائزها من تماثيل أو مجرد رؤوس بديلة، بالإضافة إلى النصوص والمناظر، فترسم لنا صورة للكون تنحصر أبعاده في الواقع الأرضي والدنيوي. وتظل المواضيع الزخرفية متمحورة حول صميم الواقع المرتبط بالمتوفي، وإن تطورت مع الزمن من حيث التفاصيل. ويمكن متابعة تواصل مختلف مراحل حياة الإنسان، بدءا من مراحل الحياة ذاتها بمشاهد الحياة اليومية، ثم المراحل الأخيرة لانتقال المتوفي من بيت المأتم إلى الأبدية، ومشاهد المراسي والعويل بجوار جثمان المتوفي، والإيماءات الأزلية التي تقوم بها الندابات، فيتكرر دون ملل أو كلل الأنين الصادر عن قلب يعتصره الأسى والألم لرحيل شخص عزيز، وكأنه مشهد واحد لم يتغير، يمتد منذ أن وقفت إيزيس ونفتيس تنتحبان على وفاة أوزوريس، ولا يزال مستمرا حتى يومنا هذا. ثم ينقل الجثمان على متن مركبة بمظلة، وتظل النسوة اللواتي يرتدين ملابس الحداد ساهرات عليه حتى يصل الموكب إلى دار التحنيط التي يرعاها الإله أنوبيس، حيث تجرى له العمليات التي سبق أن وصفناها. وبعد الفراغ من التحنيط ينقل المتوفى على ما يفترض إلى مدينة سايس الواقعة في الدلتا عن طريق النهر، ويعتبر هذا الطقس الجنائزي رحلة الحجة الأولى إلى مكان سوف يقدم في وقت لاحق، طقس سر الأم آلام أوزوريس طبقا لما رواه هيرودوت. ومن ثم تسنح له فرصة التمتع بتقدمة في المكان الطاهر واعبد، وهذه التقدمة غذائية في المقام الأول، وتنطوي على طقوس نحر يشارك فيها المعزون إلى جانب الكهنة المحنطين والمشرفين على أداء الطقوس. ثم يقوم برحلته الثانية إلى مدينة بوتو المقدسة، وفي واقع الأمر لا ينتقل المتوفي إلى هذين المكانين المقدسين بالفعل، بل تجري الطقوس في إطار الجبانة ذاتها، وفي مكانين أطلق عليهما سايس وبوتو. وبعد أن يتوجه المتوفي إلى معبد هليوبلس، يصل إلى مدخل الجبانة حيث تنتظره الشعائر الأخيرة التي تكرس انفصاله عن عالم الأحياء، وتجري مجددا طقوس التطهر بإهراق الماء الطهور وإطلاق البخور، بينما تستمر الندابات في الولولة والنحيب. ثم تبدأ تمثيلية تتعاقب مشاهدها وتتلاحم مناظرها، يمثلها كاهنان فيتجاذبان التابوت متظاهران بالتنافس للحصول عليه. والكاهن الأول هو المحنط الذي يجذب المتوفي إلى عالم الأحياء، أما الكاهن الثاني فهو الكاهن الجنائزي الذي صار المتوفي من نصيبه من الآن فصاعدا. ثم يظهر التكنو، إنه شكل مغطى بجلد حيوان وقائم فوق زحافة، ويفهم من اسمه الذي يعني الجار أو القريب أنه القوة الحامية في الجبانة التي تعاون المتوفي في تحقيق النصر على أعدائه لحظة دخوله المقبرة. ويصطحب التكنو المتوفي إلى الغرب، بينما يسير في أعقابها رجال يحملون الأواني الكانوبية بين أيديهم، ويصل الموكب إلى مدخل المقبرة أمام الباب الوهمي، حيث تقام المأدبة الجنائزية كنموذج أولي للتقدمة المتجددة إلى الأبد. ثم ينتقل المتاع إلى حجرة الدفن، يليه التابوت وتمثال المتوفي الذي يفترض أن يقوم برحلة حج إلى أبيدوس مدينة أوزوريس المقدسة. ثم توصل حجرة الدفن إلى الأبد بعد أداء شعائر الحماية، عندئذ تدب الحياة في جدران الهيكل، ويدعى المتوفى لينعم إلى الأبد بما يمتلك من خيرات. شكرا لكم، انتهى الفصل الخامس.